جبل شمس بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، يتوشح الرداء الأبيض في أجواء شتوية استثنائية ساحرة، ليؤلف مشهدا آسرا على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، بعد تأثر سلطنة عمان في هذه الأيام بخدود منخفض جوي، لتخطف الأنظار مشاهد مذهلة لملامسة السحاب والثلوج في قممه الشاهقة. حالة نادرة لا تتكرر في كل موسم الشتاء، حيث وصلت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، فكست ندف الثلج على امتداد البصر مساحات واسعة من جبل شمس، وزه اللون الأبيض أشجاره البرية النادرة. مشاهد استثنائية لم يفوتها المواطنون والزوار، لتتسارع عدساتهم لتوثيق اللحظة والاستمتاع بمشاهدة الثلوج على قمم جبل شمس، الذي يتطلب ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الذهاب إليه. علي بن جمع الريامي، محافظة الداخلية، ولاية الحمراء.